السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جينا فيديو جديد صراحه لانني غبرت بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي. لا ماشي غبر زعما على مواقع التواصل الاجتماعي بقدر ما انني غبرت بزاف على اليوتيوب، ما بقيتش كنلونسي مجموعه ديال الفيديوهات. لذلك ان شاء الله جينا بواحد الصيغه اللي ايجابيه ان شاء الله، بواحد الوتيره اللي هي زوينه بزاف. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وهذا عباره عن مقطع فيديو بسيط جدا باش نقول لكم بانني هاي راني باقي حي. لذلك ان شاء الله كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى نهاركم يدوز زوين. مهم الا كان شي واحد هنايا ما ابونيش عندي، كنتمنى انك تنزل دابا وتابوني عندي دابا، ولا هذه هي راشين ديالي كيف ما غتشوف. لذلك ان شاء الله جينا بواحد الوتيره اللي هي زوينه بزاف، وتيره اللي فعاله بزاف. خدينا بزاف ديال لي زيكسيسوار، خدينا بزاف ديال لي ماتيريال اللي ممكن انه ينفعوني في الحياه اليوميه ديالي، وكذلك بالعلاقه ديالي بايصال مجموعه ديال المعلومات اللي ممكن انها تكون معلومات فكريه، معلومات قانونيه، معلومات كذلك انسانيه، معلومات دينيه ان صح التعبير، لاننا في هذا العالم هذا كل واحد كيكمل الاخر. لذلك كنتمنى الى وصلك هذا المقطع دابا حاليا، ولا شفتي هذا المقطع، انك تنزل تابون عندي دابا حاليا باش نكملوا الوتيره ديالنا. والربح ديالنا هو اننا كنديروا واحد الجانب اللي هو ارتجالي، وجانب اللي هو فعال بزاف، وجانب اللي ممكن انه يفيد مجموعه ديال الشباب، وكذلك غادي يفيدني حتى انا في الحياه اليوميه ديالي. صراحه جيت سعيد بزاف باش نرجعوا بهاد الوتيره. وهذا الفيديو سبونسور من طرف لاسوسيتي ديال غيفتيش اللي هي اللي كتستعمل لا فيديو هذا، سبونسوري باي لاسوسيتي ديال غيفتيش اللي كتقاد ولا اللي كتقوم بالبيع ديال المنتوجات ديال المنتوجات ديال اليوتيوب بصفه عامه. الناس اللي بغاو يبداو باليوتيوب مرحبا بكم. هذا سبونسوري فيديو سبونسوري لاسوسيتي ديال غيفتيش، المنتوجات ديال جرين لايت، كتبيع كذلك لي ماتيريال ديال اليوتيوب بصفه عامه، كاميرات كذلك، كتبيع ماتيريال بزاف. لذلك اليوم غادي اول مره واقيلا غندير سبونسور، ياك اول مره واقيلا غادي ندير اشهار لشي سوسيتي واقيلا. لذلك ان شاء الله كنتمنى اني ديال اننا ولينا نافعين للمجتمع بصفه عامه. لذلك ان شاء الله غادي نوريكم واحد الشخص اللي فريمون عزيز عليا بزاف، واللي هو غادي يكون معايا ان شاء الله كومان ايكيب فهاد لاشين ديالي، خصوصا بالنسبه للتصوير، وكذلك بالنسبه كذلك للمونتاج، وبالنسبه كذلك للافكار اللي ممكن انها تكون نيره في المدينه ديال زاكوره. غادي نبداو بالمدينه ديال زاكوره هي الاولى، عاد من بعد ان شاء الله غادي ننتقلوا للمدن اخرى ان شاء الله في المغرب، ولما لا غتكبر الفكره ديالي وديال الصديق اللي معايا انها توصل كذلك للدول. شي حاجه كبيره بزاف. مهم ان شاء الله، مهم هذا هو الصديق اللي غادي يكون معايا ان شاء الله، هو سمير العزاوي، سمير ارتست كيف ما غتشوفوا. هذه هي لاشين ديالو، اللي بغيت تابونا عنده دري زوين تبارك الله. دري كيقوم بمجموعه ديال الحوايج اللي هي ابتكاريه، وكذلك رسومات اللي واعره بزاف. لذلك كنتمنى ان هذا لا فيديو يكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم، وهو فقط اعاده احياء القناه ديالي ديال اليوتيوب. وتهلاو فراسكم بزاف، ودابا باقي صايمين وحاسين شويه بالعيا، لذلك غادي نخليوكم هنايا ان شاء الله ونكملوا لا فيديو. تهلاو فراسكم بزاف، سبونسور وتابوناو فلاشين.